بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مجاهد زكريا، مرحبا بكم في قناة الرياضة والإحصاء. هنواصل في كورس الرياضة المتقطعة بسكريد ماثماتكس. هنشوف مع بعض المحاضرة الثالثة، بروبوزيشنال لوجيك. The first propositional logic is conjunction. Suppose P and Q are proposition. لو عندنا ال P وال Q عبارة عن two propositions أو غضتين. The conjunction of P and Q, الرابط بتاعنا بتاع ال conjunction بتاع ال P and Q is written as P and Q زي ما شايفين قدامكم، P شكل عام زي 8 and Q. The proposition P and Q is written as P and Q. بقراه P and شنو؟ Q. طيب قبل ما نمشي لقدام، عندنا حاجة اسمها truth table. هستخدم الرول بتاعتي 2SN to fill the truth table such that ال N is the number of proposition. اللي عبارة عن عدد القضايا، وال truth table اللي عبارة عن جدول الصواب عشان أملاه بملاه بالقضية بتاعتي 2 و C N. طيب هنشوف ال truth table بتاعت القضية بتاعتي B and Q عاملة كيف. طيب لو عندنا غطين بي ان كيو الاثنين، طيب عندي غطين معناها عاوز اشوف جدول التصاب بتاعتهم. هي الاثنين خاطئات، او الاولى خاطئه والثانيه صايبه، او الثالثه صايبه، او الاولى صايبه والثانيه خاطئه، او الحاله الرابعه الاثنين شنو صايبات. طيب الجدول الثالث بتاعنا او العمود الثالث في الجدول بتاع البي ان كيو بملاه كيف؟ بيتملي في حاله، في الحاله قدامكم ده، والقانون بتاع الملي بتاعه في الصوره بتاعتنا قدام. طيب قالوا الان دي بتكون خاطئة في كل الحالات ما عدا الحالة الأخيرة لما الاثنين شنو أو الاثنين يكونوا شنو صائبة. معناها في حالة انه البي تكون فولس والكيو فولس، معناها الان حتكون فولس. لما البي تكون فولس والكيو تكون ترو الان حتكون فولس. لما البي تكون ترو والبي والكيو تكون فولس الان حتكون فولس. واخر حاجة في الجدول زي ما شايفين الاثنين لو كانوا ترو البيو الان حتكون شنو ترو، معناها حتكون فولس في كل الحالات الا في حالة الغرضتين يكونوا عبارة صائبة او ترو، حتكون الان ترو. زي ما شايفين قدامنا لو البي is the proposition، البي كانت عبارة عن today is Friday والكيو كانت عبارة عن it is raining today. So the conjunction of V and Q is proposition today is Friday and it is raining today. Today is Friday and it's raining today. دي العبارة بتاعتي الربط بين الجملتين، الليلة الجمعة والمطرة صابة. طيب this proposition is true on rainy Fridays. معناها يا شباب هنا العبارة بتكون شنو؟ بتكون true إذا كانت المطرة صابة يوم الجمعة. It falls on any day that is not Friday. وتكون العبارة دي خاطئة في حالة من المطرة ما صابة يوم الجمعة أو صابة يوم تاني غير الجمعة، معناها حتكون في الحالات دي كلها حتكون فولس. طيب حنشوف الرابط الثاني اسمه disjunction. disjunction أول انفصال. لو عندنا غضتين suppose P and Q are two propositions، عبارة عن two propositions، the disjunction of P and Q is written as P or Q. زي ما شايفين قدامكم B علامة زي السبعة كده وجنبها Q. The proposition P or Q is read as P or Q. So the truth table for the disjunction of two propositions P or Q is written as زي ما شايفين قدامنا دي ال P ودي ال Q. طيب واضح انه بملى ال P كيف ال Q كيف، ده عبارة عن غلطتين بملاه بالطريقة بتاعتي انه هي اللي خاطئة والتانية صايبة. لما الاثنين خطأت، او الاولى خاطئة والتانية صايبة، او الاولى صايبة والتانية خاطئة، او الاثنين صائبات او ترو. صايبة ترو طبعها عبارة عن شنو فولس زي ما عرفنا في المحاضرة شنو السابقة. طيب الأور حاملها كيف؟ الأور قالوا يا شباب كل العمل بتكون ترو، كل الحالات بتكون ترو إلا حالة واحدة بتكون فولس، في حالة العبارتين يكون شنو فولس. فبالتالي فولس فولس تدينا فولس، عدا ذلك تدينا شنو تدينا ترو. زي ما شايفين قدامكم العبارتين فولس معناها الأور حتكون فولس. الأولى فولس والتانية ترو حتكون ترو، الأولى ترو والتانية فولس الأور حتكون ترو، الاثنين ترو الأور حتكون ترو. فبالتالي ترو الأور تدينا كل الحالات ترو ما عدا حالة واحدة فولس، في حالة الغلطتين يكون شنو فولس أو إف أو خاطئة.
طيب البي نشوف في صورة بتاعة مثال، لو كانت البي عبارة عن today is Friday والكيو نفس المثال اللي شوية سيرين today. The discussion of B and Q is proposition today is Friday or it is raining today. قال لي الليلة الجمعة أو المطر صعبة، فبالتالي حتكون this proposition is true then on any day that is either Friday or rainy day. And it is false on day that is are not Fridays when it also does not rain. تمام. بتكون صايبة في حالة إنه on day it's Friday or either Friday or rainy day. بتكون false إذا كان on days that is not Friday when it also does not rain. تمام. نمشي للرابط بتاعنا الثالث أو الأداة الثالثة، عبارة عن اسمها implication أو بنقول على implies. Suppose that B and Q proposition the condition statements implication B implies Q is read as if B then Q أو B implies Q. عندنا حاجات بنقراها بعد شوية أو عندنا كم طريقة حنشوفها في السلايد الجاي، حنشوف الطرق بتاعت القراية بتاعت الكون كلها كيف. طيب بالنسبة للترو ستيبل بتاعت البي زين كيو او البي امبلايز كيو بتكون كيف؟ طيب معناها هنا البي امبلايز كيو معناها قال لنا شنو؟ البي تؤدي الى الكيو. البي تؤدي الى شنو؟ البي تؤدي الى كيو. طيب لو عندنا البي والكيو الاثنين فولس، الاجابة حتكون ترو. البي كانت فولس، الاولى كانت فولس والصواب هنا الاولى الخطأ يؤدي الى خطأ، الاجابة صواب. النمرة اثنين الصواب الخطأ يؤدي إلى الصواب، الإجابة حتكون ترو. الحالة الثالثة ترو أو الصواب يؤدي إلى الخطأ، الإجابة حتكون فولس. الحالة الأخيرة الصواب يؤدي إلى الصواب، الإجابة حتكون ترو. فبالتالي كل الحالات حتكون ترو ما عدا حالة واحدة فقط تكون ترو تؤدي إلى فولس، حتكون فولس. دي عبارة عن الجدول بتاعنا بتاع الإمبلايز. طيب زي ما شفنا هسه قلنا عندنا كم طريقة نمرر بها الإمبلايز. ممكن نقرا if b then q، ممكن نقرا b is sufficient q for q معناه b تؤدي لنا الى شنو؟ الى q. ممكن نقول q if b q when b necessary condition for b is q. ممكن نقول q unless negation b او negative b. ممكن نقول b implies q. ممكن نقول b if only b only if q. ممكن نقول a sufficient condition for b is q. ممكن نقول q whenever b. ممكن نقول داني q is necessary for b. كلها ممكن نمر بها العبارة بتاعتنا قدامنا. This proposition is false when b is true and q is false otherwise is true. زي ما قلنا يا شباب بتكون حالة واحدة بس فقط false، إذا كانت ال b true وال q false الإجابة حتكون شنو؟ حتكون false. otherwise بتكون شنو؟ بتكون true، أو على ذلك بتكون شنو؟ true. ال b شوف مثال بأمثلة أو بكلام عادي. لو كان عندنا العبارة today it's Friday والكيو كانت 2 plus 3 equal 5، هنا معناها حتكون ال b then the b implies q is proposition if today is Friday then 2 plus 3 equal 5. This proposition is true because it is conclusion q is true. ال B is the proposition today is Friday وال Q is the proposition 2 plus 3 equal 6. Then ال B implies Q is proposition today is proposition if today is Friday then 2 plus 3 equal 6. This proposition is true every day except Friday. Okay, this proposition is true
every day except Friday. Why? Because 2 plus 6 2 plus 3 equal 5 on Friday. فبالتالي هتكون كل العبارة دي الصائبة تسترو كل الأيام ما عدا يوم شنو؟ ما عدا يوم الجمعة. طيب عندنا حالات بنشوفها مع بعض في الـ في الكومبليكيشن. The conditional statement implication B implies Q. طيب قال لي negation B implies negation Q is called contrapositive of B implies Q. And the proposition Q implies B is called the converse of B implies Q. بحتكون المعكوس بتاع شنو؟ ال B implies Q. And negation B implies negation Q is called inverse of B implies Q. برضو حتكون inverse أو المعكوس. دي قل converse دي عبارة عن inverse. الحالة الثالثة عبارة عن inverse بتاعت ال B implies Q. دي عبارة عن negation B implies negation شنو؟ negation Q. ده النفي بتاعنا هنا في الحالة الثالثة. اوكي؟ والconverse الفوق. تحت ال inverse والفوق دي عبارة عن الconverse. من الاثنين converse من الثلاثة شنو؟ inverse. طيب نيجي لاخر حاجه اسمها البايو كونديشنال او البايو امبليكيشن. البايو امبليكيشن البايو شنو امبليكيشن؟ سبوز بي ان كيو ار بروبوزيشن. ذا بايو كونديشنال ستيتمنت باي امبليكيشن بي امبلايز بي اف ان اونلي اف كيو از ريد اس بي اف ان اونلي اف شنو كيو. سو بي اف ان اونلي اف كيو ترو is true is if both b implies q and q implies b are true. فبالتالي يا شباب كيف اشوف الترو ستيبل بتاعنا؟ طيب في ال b if and only if q بتدينا ترو بس في حالة ال b وال q يكونوا as the same بتدينا false لما يكونوا different. معناه تدينا ترو لو كانوا الاثنين false او الاثنين true. لو كانوا مختلفات بتدينا شنو؟ بتدينا false. ده عبارة عن شنو جدول الصواب بتاع البايو كونديشنال. وشكرا لكم لحدينا نكون خلصنا المحاضرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.